سئل حاتم الطائي يوما: هل غلبك أحد في الكرم؟ قال: نعم، غلام يتيم مررت بداره وكان له 10 رؤوس من الغنم، فذبح رأسا منها تكريما لنا، وكان فيما قدم إلي الدماغ، دماغ الخروف، تناولت منه فأعجبني طعمه وقلت: طيب والله. توارى الغلام من أمامنا وجعل يقدم لي الدماغ تلو الآخر حتى شبعت. ولما خرجت لأرحل وجدت حول بيته دما كثيرا، فإذا به ونحن في الداخل قد ذبح الغنم بأسره، فقلت له: لما فعلت ذلك؟ قال: أو تستطيب شيئا أملكه فأبخل عليك به؟ إن ذلك قبيح عند العرب. سئل الطائي من جلسائه: فبماذا عوضته يا حاتم؟ أجاب: 300 ناقة حمراء و500 رأس من الغنم. فقالوا: إذن أنت أكرم منه. رد عليهم: بل هو أكرم، لأنه جاد بكل ما يملك، وأنا جدت بقليل من كثير. سلام.